السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موقع لالا بلس. اليوم بغينا نسول واحد السؤال للرجال فقط، استثناء اليوم غيكون سؤالنا للرجال. نسولوهم الا جاتكم شي تسافره في هذا الصيف، شخصين شكون تديو معاكم، المدام ولا الام ديالكم؟ نشوفهم واش غادي يجاوبونا. يلا غادي نسولو الناس ديال الورد، ناس رومانسيين بزاف، واش اختارهم ولا مرتهم؟ اخويا بخير؟ الحمد لله، الله يبارك. الحمد لله. اخويا بغيت نسولك سؤال وجاوبني بصراحه، مجوج بعدا ولا لا؟ لا انا مزوج. جاك بيي طياره، جوج لي بيي باش تسافر هاد الصيف تفوج، شكون اللي دي معاك، مهمتك ولا مرتك؟ انا نفضل دي معايا الام ديالي. علاش؟ حيت الام ديالي لها الاسبقيه في كل شيء، ومرشي على حسب فين غادي نمشي. يعني الا كان شي بلاصه اللي تقدر تمشي لها الام ديالي ندي معايا الام ديالي، شي بلاصه اللي ما تقدرش تمشي لها الام ديالي عندي مرشي. السلام عليكم. السلام. هز الورد. لا تجي هز الورد، ما يمكنش. لا كانت شي بلاصة مفوجة وفيها الضحك وفيها اللعب، راه بطبيعة الحال ندي الزوجة ديالي. علاش امك مسكينة ما تفوجش وما تضحكش؟ واه حتى هي مسكينة، راه نخرجوها في وقت واحد اخرى ونديوها فين ما بغات حتى هي، والمرا ديالنا حتى هي خصنا نديوها حتى هي تفوج. المهم بطبيعة الحال المدام، ولكن الوالدة كتبقى أول حاجة. المدام ديالك غتقولها لها زعما؟ سمحي لي راه غندير الوالدة. بطبيعة الحال نقول لها بصراحة. خوت واجه عادي. عاد وقيلا حيت باقي ما تجوجتيش، علاش كتقول هاد الهضره؟ لا بحال ما كيك ربما واقيلا. اصلا علاش ما مجوجش؟ على قبل نيت الام ديالي. علاش؟ حيت الام ديالي لا ماشي ما خلاتنيش، انا الام ديالي عزه عليا بزاف. يعني راه كتعز، الا كتعز عليك حتى هي راه غتبغي تفرح بك وتبغي تجوج. واخا انا كنبغيها تفرح هي الاول قبل ما تفرح انا. شفنا هاز الورد وراك بيسيكلات، داكشي تاع عبد الحليم، ما يمكنش ما نسولوش هاد السؤال هذا. السلام عليكم المدام. اييه واليوم المدام كاينه، غنشوفو كي غيجاوب على السؤال. حنا ما بغيناش ندخلو بخيط كحل، حنا بغينا ندخلو بخيط ابيض، وحنا كنتسناو ماشي مشكل. باقي هذا الورد لفاطمه نيت، تدي معاك امك ولا المدام؟ ها الابتسامه. غندي الوالده، الوالده الله يرحمها، عندي مدام، الوالده ميته الله يرحمها. عندي الوالده. علاش الوالد؟ هو الوالد خيرها سابق. من بعد ما خيرهاش سابق؟ من بعد. تشتي شكون اللي غاسل لك حوايجك اليوم؟ بجوج. بجوج؟ ساكن معاهم بجوج؟ انت نحيدوا الوالدة اختك الكبيرة عندك؟ كاينة. اها اللوسة كاينة. ولكن غندي مادة. تدي المادة؟ ندي مادة. علاش المدام؟ علاش؟ المدام هي اللي عايشة معايا الحرة والحلوة، جرى معايا المسار ديال الحاله العائليه وكذا وهذه الى اخره، وليدات وكذا وكذا وكذا. ايه والامور كلها. شحال ديما قال لك شي كلمه زوينه؟ ديما كيقولها لي. ايوا صافي، كنت باغي نقول لها شي كلمه زوينه على قدامنا زعما الساعه صافي. لا ديما مزيانين الحمد لله، ما كاين حتى شي مشكل كبير. هو مع اللي فيا ولا مع اللي ياكي؟ هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. سلام. لاباس عليك؟ الحمد لله. رجل مغربي اش غادي في الشارع وهز الورده، راه ما يمكنش ما ندويوش معاه. العمال المغاربه كيجاوبوا رومانسيين ياك؟ داكشي الله، كل واحد كل واحد وعجينته. نعم نعم. دابا لاله فاطمه كنتي تهضر معايا اللي غادي ليها بالورد؟ سمعتي بعدا شنو كنت قاعد جايه؟ لاله جايه من جايه من فرنسا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شبعاني الدسيرة الحاجة؟ كلشي بخير بارك الله فيك. شريتي الحاج؟ اشنو شاري؟ شريتو كلشي. ها الكرموس، ها البرقوق، ها العناب. لمن غادي هادشي الحاجة؟ ها ديال الحاجة. لا لا خطيها. واش شتي وشكون اللي كتبغيها وكتحبها؟ جوج. معاك الوالدة ماشي المدام؟ لا بجوج. لا لا عندك وحدة مدام. قلتي الوالدة شو قلتي المدام؟ دابا قول لنا شكون اللي غادي معاك؟ ديال الأم إلا كانت ما كان سافرة بعدين بلا. أنت تختار فيما بغيتي. إلا كان مكان ديال الأم. من غير مكة شي ايطاليان، فرنسا، شي المالديف. انا انا اصلا ما نمشيش. المالديف المالديف. لا انا غير هنا المغرب واخا نمشي. المالديف زوينة. وانا ما نمشيش انا تما. شحال المالديف فين؟ ها يكون فين ما كان. واش عرفتي عرفتيها؟ عارفة. البحار وداك الشيء. لا لا ما نمشيش. والو تقول. تقول. يلاه المغرب اسيدي، شكون تدي معاك؟ المغرب. غادي لاكادير شي
شي تصافيره شي سيمانه هي هذيك شكون دي معاك؟ ولا كانت صافيره راه بحجوج بلايص كانت صافيره عادي ماشي مشكل نديو المدام ها ما ديش الام علاش ما ديش الوالده ديالك؟ والام ديال الحج الام خصها ماكي العباده وغير الا دوزت معاك كيقول لي الوالد ديال الحج مسكينه الوالد مشي لاكادير مشي للمالديف ما تشوش ما فهمتش ايوا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين شي اللي عطا الله اما هادي اما هادي عندك جوج بلايص عندك بلاصتك وبلاصه شي واحد حداك ما يمكنش ثلاثه البلايص ندير لهم القرعه فكره رائعه دير لهم القرعه كاع ديجا تفات تمشي معاك تبارك الله عليك غنمشي عند مدام نقول لها شدي معك ندي معنا الوالده اشنو بغيتي شنو بغيتي؟ انا بغيت نديك معايا لفرنسا ودابا عندي البية عندي البية يلاه دابا لا المدام لا 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 مدام لا امك صافي لا لا انت هي اللي بغيت نديك